مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد على قناة الصحة والجمال. أنا مش هتكلم كتير عشان معلش احنا أخرنا عليكم، ظروف وصلات مش أكتر والله. نسمة جاية من مكان بعيد وحصل معاها ظرف في الطريق، ولكن الحمد لله إن هي وصلت لنا بالسلامة وطلعت معانا، وإن شاء الله يعني نعوض لها الحلقة يعني أحسن من كده، والوقت بتاعها يكون كبير. إحنا كنا منتظرينها ولكن المواصلات. إحنا النهاردة برضو دائما يا جماعة أنا لسه معاكم في المبادرة ولسه شغال بسلط الضوء على الشباب. قبل كده جبت شاب جميل حازم كان مصور، طلع عمل لنا اكلات سريعه، والنهارده جبت معايا نسمه هاني من كليه هندسه يعني سنه ثانيه. مش عايز اتكلم كتير بقى عشان الوقت بتاعنا، تعالوا نرحب بنسمه. اهلا وسهلا بيك. نورتيني. ربنا يخليك. معلش انت جايه قلقانه بقى. ايوه عشان اتاخرتي دلوقتي. معلش. نسمه هاني ثانيه هندسه. اهلا وسهلا بيك، نورتي برنامج ساعه شهيه. ربنا يخليك. احنا النهارده كان شلنا الوصفات يا جماعه عشان وقتنا، وخدنا وصفه واحده من نسمه، يعني ايه بتقول انا بعملها سريعا كده وبحبها، يعني احب الاكلات ليها. انت هتعمل لنا ايه النهارده يا نسمه؟ شيش طاووق. شيش طاووق ده اكله مفضله عندك زي ما انت قلتي. سريع يعني. تمام زي الفل. يلا نقول انت بتعملي شيش طاووق ازاي؟ هو احنا دلوقتي المفروض جايبين يعني الفراخ وعاملين شيش طاووق، هي بتشتري كده، هنحط عليها التوابل دي احسن حاجه يعني اللي انا بحبها، ان المفروض بنحط جوز الطيب نص معلقه وحبهان وجنزبيل وتوم باودر وملح وبابريكا وفلفل اسود وبس. وهنحط دي اكلتك المفضله بقى في البيت. يعني بسرعة كده. وبرضو الفاست فود يعني يعتبر يعني حاجة كويسة، وشوية خل وزبادي. يا سلام. ده انت مدلعة الشيش طاووق بقى. أيوه. الزبادي عشان يخليه طري كده وايه ما يسمرش معانا، صح؟ أيوه كده بالظبط. وهنقلب والخضار بقى بيبقى قوطة وفلفل وبصل. في ناس بيحطوا فلفل الوان بس انا مش بحبه قوي عليه لان هو مسكر شوية، فمش بحس انه فلفل الالوان كده بيدي شكل كده وجميل. هو بيدي شكل بس كطعم مش بحس انه هو تمام معايا يعني. بس بنقلب، المفروض دي تقعد بقى شويه يعني مثلا 3 ساعات او حاجه في الثلاجه يعني تعمل مع بعض يعني كده. خلاص هي ما شاء الله التتبيله كده جاهزه. طب قوليها تاني بقى التتبيله السريعه الجميله ديت من نسمه. ماشي. واحده انا مش حافظه الاسامي قوي فماشي. جوز الطيب وحبهان وجنزبيل وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسود وملح وخل وزبادي. تمام زي الفل. بس وكل حاجه بقى حل. وعلى فكره التوابل يعني عامه بتتحط على حسب يعني اللي انت بتحب يعني انت بتحب. اللي بتحبه ممكن ما نكترش التوابل عشان تستاهل ما يروحش، يديني طعم الفراخ بتاعها الاصلي. انت هتحطي الطاسه دي على النار اكيد. بس لا مش تبع دي. مش تبع دي. طب مش يلا نشوف هتعملي دي ازاي. ماشي. او احنا فبنحط بقى في ال احنا كده هنسخنها برضو لو كنت هتعملي حاجه فيها عشان زيت. الوقت بتاعها زيت. ماشي. طيب تمام نحطها تسخن كده. انا معاكي كده يا سعاده. ماشي. احنا بنحط انا شايف شاطر على فكره، تفكري ان انت بس اللي شاطره في المطبخ. لا انا برضو انا مش شاطره اصلا في المطبخ على فكره يعني قوي. عشان ايه؟ عشان بتعرفي تعملي شيش طاووق يعني جايه هنا بقى وتقولي الشيف بقى لا حطي لك زيت وجهزي لك يسخن. ايه رايك؟ ماشي. شكلك هتعملي سندوتش تقريبا. ايوه. دي طاسه اسمها طاسه جريل صح؟ ايوه اهو كده خليها. وبتبقى على الجريل اسهل كمان لو حطيناه في الجريل يعني اللي احنا هنعملها الثانيه دي. ماشي. احنا بنحط مره قوطه ومره بصل ومره فلفل ولحمه يعني بنفضل بقى نحط الشيش فراخ اللي هي الاوراق المخليه. الشيش طاووق اللي هي الفراخ المخليه. وراك مخليه. انا بلخبطك خلي بالك. ايوه معلش. شكلك شاطره. الشيش طاووق بيتعمل من الوراك. وممكن نعمله من الصدور لو حابين، بس الصدور ما بتستويش بسرعه، شديده شويه. هو حاجات سوى دي ماما اكتر بقى فيها. انا مش بفهم قوي يعني. انا حافظه مش حافظه يعني اللي هو عارفه طريقه معينه بعملها. طب اكله ايه؟ انا خايف تكون بتغششني غلط. انت خليك في المكرونه الايطالي وليه. الاكله دي يوناني؟ المخرج بيقول اكله يونانيه. بصراحه انا مش عارفه. ما جبتش تاريخ. انا اعرف تاريخ عماره لو عايزين. طيب خلينا نشوف وصفاتنا. لو في تليفون واحد او اتنين ماشي، ما فيش خلاص. انا يا ريتني لو في تليفون ماشي. خلاص دي كده انا عايزه.
ايوه تمام ماشي. المفروض بقى ان احنا بنحطها كده واحده واحده هي كده. المفروض بقى ان احنا هنعملهم كده يعني كلهم بقى. يلا واحده واحده كده بقى. عايزك يعني اعملي واحده تانية بس. ماشي حاضر. تمام ماشي. ونروح نسويهم. طبعا بيتساوي في الفرن. هندخله الفرن عند درجه حراره 200. من تحت ولا فوق؟ لا تحت. تحت 200. من فوق ما فيش؟ لا. ولا مش هنولع النار عليه خالص من فوق؟ طب مش ممكن نسويه جريل؟ لا ممكن يتسوى. لا ممكن ممكن. لان مره عملناه بيتحط ان احنا زيت برضو بتحط زيت كده. هو عامه الشيش طاووق بنسويه جريل اصلا. لا مش عارف احنا بنسويه. موضوع الفرن ده يا جماعه هي ايه لما كنا بندردش قبل كده، طب الوصفه ازاي، هي قالت لا نسوي فرن عشان يكون اسهل في البيت. يعني مثلا ايه، انا ما عنديش جريل وما عنديش طاسه جريل ومش عايز اقف جنب البوتاجاز وانا بعمل حاجه، فبظبط الفرن واحطها في الصينيه بتاعتي وادخلها الفرن تستوي براحتها بقى. في حاجه تانية اعملها، في وصفه تانية اعملها، في كوبايه عصير اعملها، يعني اكمل الاكل يعني. لو انا مثلا ايه مش بحب اقف على النار واقلب وكده. أيوة. هي بتستسهل، كليه هندسه بقى وايه تعرف تقيس بالمتر والكلام ده. مين معانا؟ سمر من القاهره. اهلا وسهلا يا سمر. ايوه انا كنت عايزه اقول للشيف تسلم ايديها، والله شكلها صغير قوي في السن بس شكلها شطوره يعني، وهندسه ومع الاكل وكده. هي جايه بقى تهندس الاكل. اتفضلي معاك، عندك اي سؤال؟ طيب ايوه لا انا كنت عايزه بس اعرف هي بس بقطع التقطيع دي واسيبها في التتبيله على طول ولا اشتغل ولا طيب خلاص على طول. خلاص يعني اسيبها في التتبيله ولا ممكن اقدر استخدمها على طول يعني تبقى اكله سريعه بعد الشغل؟ ماشي ماشي هتجاوبك ان شاء الله دلوقتي بوصفتها باذن الله. عايزه تسال وتعرف اشتغل على طول زي ما انت اشتغلتي ولا اسيبها في التتبيله شويه؟ هي الاحسن هي تتساب في التتبيله. الاحسن تقعد مثلا التتبيلة. يعني تقريبا مثلا 3 ساعات او حاجه. انت ممكن لو يعني عشان الشغل او كده انت تبي اوكي تخشي في اللي بعده. انت ممكن لو عشان الشغل او كده تسيبيها يعني تعملي هو احنا هنعمل بس ثانيه معلش ثانيه يعني عشان يعني بقى. مثلا ايه نقول نص تبي ساعه قبل ما تروحي الشغل تبقي انت متبلاها اوريدي وعاملاها في الـ طيب هناخد التليفون عاملاها عندك. مياده اهلا وسهلا بحضرتك. مدام مياده اهلا وسهلا بحضرتك. الو ممكن نوطي بس التلفزيون ونتكلم من التليفون عشان نسمع بعض. اتفضلي مع حضرتك. انا معاك والله انا معجبه ببرنامج حضرتك وبالشيف الصغيره الكتكوته دي. ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك شطوره. هي جايه تهندس لنا الاكل، بتعمل لنا سندوتش بالمقاس. انا بحب الشيش طاووق على فكره. وهي بتعمله بطريقه جميله ما شاء الله. ماشي تسلم ايدك، شكرا ليك. عند حضرتك اي سؤال؟ الله يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك. تمام. هي معانا دلوقتي الوصفه الثانيه سندوتش. سندوتش يعني سريع. حاجه سريعه جدا. احنا بنحط بقى ده عيش سوري. انا ممكن يتعمل بجلاش، ممكن يتعمل بحاجات كتير. بس برضه انا بحب العيش السوري، بحسها سهله. العيش دلوقتي بقى فيه افران كتير بتتعمل. السندوتش ده جبنه. انا عملت جبنه بس انت ممكن تحط شيدر مع جبنه رومي مع يعني حاجه كده ايه حاجه زي مقبله كده. تمام تمام. معانا هاجر من المنيا. اهلا وسهلا يا هاجر. معلش عاودي الاتصال تاني، اتصال فصل. يعني هي يا جماعه عامله نوع السندوتش ده زي نوع من انواع المقبلات. فكره حلوه وجميله بصراحه يعني. هي عجبتني دلوقتي يعني. انا كده بقى عجبتني يعني. هي عملت السندوتش السوري العيش الصاج ميكس جبن. يعني ممكن تحطي بقى جبنه رومي مع جبنه شيدر مع جبنه موتزاريلا، كل انواع الجبن اللي انت عايزاها. يبقى ايه حاجه كده ايه زي مقبلات مع شيش طاووق او على سفرتك. بيتحط فيها ممكن بقى زيتون، ممكن مثلا لانشون، اي حاجه بقى يعني. ممكن فراخ زي الشاورما يعني. اي حاجه بقى يعني. هاجر رجع التاني. الو الو ازيك يا شيف؟ ربنا يبارك في حضرتك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عندك اي عاوزه ابعت هدايا لبنت اخويا. اتفضلي تحت امرك. مالك؟ بمناسبه النجاح. اتفضلي اهدي اللي انت عايزاه. اتفضلي. ممكن نعمل سلطه الكوليسترول. عاوزه طريقه الكيكه الاسفنجيه. طريقه الكيكه الاسفنجيه ماشي. هتقولي الاهداء ولا لا؟ طيب ماشي هقول لك طريقه الكيكه الاسفنجيه حالا. يا ريت تحضري ورقه وقلم بسرعه وتكتبي معايا. 200 جرام سكر،
يا هاجر لو سامعاني ماشي، او اكتبي تابعي في، اقول لك الوصفه دلوقتي، 200 جرام سكر مع 200 جرام دقيق، اكتبي 200 جرام سكر و200 جرام دقيق ورشه فانيليا ورشه بيكنج باودر، ها، مع 8 بيضه، دي كل مقادير الكيكه الاسفنجيه اهو، 8 بيضات، 200 جرام دقيق، 200 جرام سكر، رشه بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج باودر، رشه فانيليا. ناخد ايه وبعدين نكمل. يا ايه اتفضلي مع حضرتك. عايزه طريقه الفراخ مع حضرتك. الفراخ ايه؟ اي طريقه من عندي فراخ في الفريزر، عايزه اعملها طريقه حلوة. اي طريقه؟ طب ماشي، اقول لك اسهل طريقه للبيت، طريقه فراخ روستو، ماشي، اللي هي في الفرن يعني. نسمة عماله تعمل اكل حلو. نسمة زي العسل معانا اهي. شاطره ان هي بتعمل اكل، بشجعها ان هي تقف في المطبخ وتعمل اكل. ما شاء الله، احنا جايبين نسمة عشان تشجع الكل. ربنا يبارك في حضرتك، بتشجعك يا نسمة اهي. ميرسي. طيب هي صلصة الكولسلو سريعة. ماشي. يعني كرومب بنقطعه وجزر بيتبشر، بعد كده بنحط بقى لبن هي يعني مع كوباية لبن تقريبا يعني. تمام. كوب لبن مع جزر مبشور. مع برتقان. لا برتقان ايه؟ برتقان جدع، هي مصحصحه. بس هي دي خلاص كده استوت. تمام زي الفل. تمام. الله عليك، سندوتش ده ليا انا بقى. ماشي. السندوتش ده ليا. وعلبه زبادي على صوص الكولسلو. تمام، ناخد اسراء ونرجع لك تاني. ماشي. اسراء اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو اتفضلي. لو سمحت عاوزه طريقه الكريب. الكريب اسراء. الكريب عايزه حاجه تاني غير الكريب؟ لا تمام، شكرا. شكرا ليك. تمام، خلصي بقى لوصفتك عشان الحق اجاوب. اوكي ماشي. بنحط بقى الزبادي وسكر، ممكن نحط عسل. انا قلت لك برتقان، قلت لا. انا قلت برتقان. لا صح. لا جدع شاطره. طيب ماشي. انت حطيتي ايه هنا؟ قولي الوصفه كده. ماشي، قلت كرومب وجزر وزبادي. كرنب وجزر وزبادي. وسكر ولبن وبس. ممكن نحط عسل، معلقه عسل مثلا. بس ممكن ناخد سكر بودره، مش عارفه بصراحه. بس انا ممكن ناخد مايونيز. ايوه مايونيز صح، نحط مايونيز. ايوه شوفوا المخرج شكله بيحب الكل سلو، بقال لي وسكر هو حافظ. شفت انا بلخبطها ازاي؟ بس هي شاطره برضه، كانت هتنسى المايونيز صح كده؟ بيقول لك على حاجه في السلطه. ايوه صح، هي اصلا فرعه. طيب الكيكه الاسفنجيه هنحط الثمان بيضات تمام مع السكر، ونفضل نضرب بيهم بالمضرب لحد ما انت تزهق والمضرب يزهق، يعني معاك 10 دقايق 12 دقيقه، اضرب براحتك، اضربي براحتك يا ايه. ماشي. وبعد كده نطلعهم ونكون ناخلين الدقيق مع الفانيليا والباكنج باودر، ونضيف ونقلب واحده واحده، وندخلها على درجه الفرن درجه حراره 180، هتاخد تلت ساعه 20 دقيقه، من 18 ل 22 دقيقه مش اكتر، ويبقى كده الكيكه الاسفنجيه. الفراخ الروستو بتجيب الفراخ اهم شيء تنضفيها، يعني الورك في حته كده بيبقى سمره، زي بنسميها مثلا الكبده اللي بتبقى في الورك كده، دي لازم تتشال عشان الزفاره، دي لازم تتشال عشان الزفاره، مع مؤخره الفرخه لازم تتشال برده عشان الزفاره، مع الضفر اللي في الجناح ده لازم يتشال برده عشان الزفاره، يبقى كده تخلصنا من كل منطقه فيها زفاره في الفرخه. تمام، نغسلها بميه وخل وملح ودقيق، اغسلها بميه وخل وملح ودقيق، ده كله بيمتص الزفاره. خلاص بصفيها كويس، بجيب بصله، بجيب جزره، بجيب فلفل، بجيب فص ثوم، بجيب كمون، بجيب فلفل اسمر، البهارات اللي موجوده عندي واساسي فيها الكزبره والملح، نضرب ده كله في الخلاط، ودي التتبيله اقلبها فيها وادخلها الفرن على درجه حراره متوسطه، ولكن اغطيها من فوق بورقه سلوفان عشان ما تنشفش معايا. تمام، عندنا تليفونات تاني. تمام بس كده بقى، الله ينور عليك. نغرب بقى هنا، وده يا جماعه ده يخش الفرن خلاص، نعتبره كده دخل الفرن معانا، وده السندوتش الجميل بتاعنا اهو. تمام زي الفل، تسلم ايدك يا انت. اسمك ايه؟ اسمي نسمة. انت نسيتيني اسمك. وده
الشيف طاووق يا جماعه معانا اهو، اللي هي مجهزاه. تمام اهو، ادي الشيف طاووق وادي السندوتش بتاعنا، تمام زي الفل. وده الكول سلو. يبقى كده يعني وصفات دي سريعه جدا، خلصناها بسرعه قوي اصلا. ماشي، ناخد ندى. يا ندى معلش طولنا عليكي، اتفضلي. ايوه، ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك، انا معاك. انا بتفرج والله على كل حلقاتك ومبسوطه بالناس اللي بتجيبها، شباب كده واعمار مختلفه. ربنا يبارك بجد، ربنا يبارك يعني في حضرتك. ربنا يخليك يا شيخ. تمام، قولي لي عند حضرتك اي سؤال. انا بس عايز اعرف هي الجلاش اللي عملته او السندوتش اللي عملته بالجبنه ده. تمام. هي حطت جبنه شيدر وجبنه ايه تاني معلش؟ هي حطت وجبنه رومي، وممكن تحطي جبنه موزاريلا، وممكن تحطي حاجات كتير يعني، جبن كتير. هو نسيت احط الجبنه الموزاريلا معاها بس. هي صريحه بتقول لك انا نسيت، اهو بتقول لك انا نسيت. ممكن مثلا زيتون، لو في زيتون، الحاجات دي بقى كلها يعني. احنا ايه رايك نسهل عليها ونقول لها ده سندوتش ميكس جبن؟ اي نوع جبن عندك موجود نعمله. بالظبط. ممكن هي سهلت وقالت ممكن بورق الجلاش، او ممكن بعيش الصاج بتاع الشاورما. أيوة. تمام. ماشي يا شيف، انا بس كنت محتاجه منك وصفه لو عايز اعمل الكوردن بلو، ممكن تبقى تقوله لي؟ عينيا. حاضر، كوردن بلو. ممكن. حاضر عينيا. ماشي، ميرسي جدا. وعايزه اقول البنت اللي معاك اموره قوي، صغيره. ما شاء الله ما شاء الله. تمام، اكلم معاكي دقيقتين بقى، احنا معانا لسه وقت قد ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. المطبخ معاكي، انت كليه هندسه. طيب ناخد ملك. يا ملك، راحت ملك، عاود الاتصال تاني بينا يا ملك. هندسه ايه؟ بتهندسي ايه؟ هندسه عين شمس. بتهندسي ايه؟ في هندسه عين شمس. انا لسه يعني اعدادي طالعه اولى، يعني هي تانية يعني، بس عشان الموضوع بيلخبط كتير بقول تانية على طول. تانية هندسه. تمام. المطبخ ده هوايه بقى؟ يعني المطبخ ده هوايه. ايوه، وبعدين اصلا انا ما كنتش بحب، مش بحبوش يعني، مش بلاقي وقت ان انا يعني مذاكره وبتاع وكده، فما كنتش بدخل المطبخ كتير، بس من ساعه الحظر وكده فابتدينا بقى ان احنا نتجه شويه. يعني الحظر ده جاب فايده لينا ان انت تدخلي المطبخ. ما انا دخلت عملت سينابون وقعدت كتير قوي فيه، قعدت مثلا من الساعه سينابون مره واحده. قعدت من الساعه 10. يعني انت جايه تاخدي المطبخ من الاخر بقى، يعني عايزه تجيبي الدرجه الاخيره. يعني احنا نقول مثلا بنطلع السلم واحده واحده. انا طيب، كان نفسي فيه وكان الدنيا حاضر ما فيش. هو بصي، الموضوع وما فيه المبادره اللي انا عاملها، انا بلقي الضوء على الشباب. تمام. عاوز يعني اديكي سؤال، اقول لك طموحك ايه؟ انت عايزه تشتغلي او استسلمتي للامر لما جت الكورونا والظرف اللي احنا فيه، ربنا يرفع عنا البلاء بتاع، هل انت مستسلمه ولا دخلتي بقى على مواقع الاتصال الاجتماعي وتواصلتي اونلاين؟ يعني هتبداي تشتغلي ولا نستسلم؟ تقولي للشباب ايه؟ لا طبعا يعني لا. انا شايفه ان هو بريك حلو لينا، كان احنا من الصراع بقى، ولو بنجري نبتدي نشوف حاجات بقى بنحبها نعملها اكتر، يعني هو مثلا هوايات بقى احنا عايزين نعملها، نشتغل اونلاين. ما انا دراستي كملت اونلاين. تمام. ايوه، اشتغلنا عليها اونلاين. تمام. كل حاجه بقى يعني دلوقتي بنشوف بقى بدايل لكل حاجه ان احنا كنا لازم نعملها بايدينا. يعني ده مؤشر لينا ان احنا يبقى عندنا خطه نجاح بديله. بالظبط. يعني في أي حصل حاجة. معايا دروب، حصل معايا ظرف، عايز يبقى معايا خطه نجاح بديله. طب انت مش في دماغك مشروع تعملي؟ يعني كمشروع كده استثماري، تشجع شباب تقول لهم ايه في موضوع ايه؟ انا عايز مبادره المشروع ديت تنتشر. ماشي، هتبقى حاجه تبع حاجه هو يعني كل واحد على حسب هوايته، اللي بيحب يعمل حاجه يعملها بقى دلوقتي فاضي، عنده وقت فاضي اكتر، يعني مثلا اللي كان بيدرسوا وما بيدرسوا اونلاين فوفروا لهم وقت المواصلات، وقت الحاجات دي كلها، يبتدوا يعملوا حاجه ليهم على السوشيال ميديا. يعني اي حاجه بقى. انت باختصار كده بتقولي لهم لا للاستسلام. لا للاستسلام. لازم تدور على حلمك. صح. ولازم تجري وراه، ولازم تمسك بايديك واسنانك. يعني انت كان عندك طاقه، واول يعني ما تواصلنا، ويعني حضرتك اللي تواصلتي معانا، يعني عندك نشاط، تواصلتي معانا وقلت يا شيف انا عايز اظهر، انا عايز اطلع، مع انك يعني برنامجنا برنامج مطبخ، بس انت القيت الضوء على الشباب يا شيف. طب ماشي، انا عايز اجي اطلع واكلم الناس، بس هو ظروف بقى اللي جت معاكي كده اتاخرت شويه، فان شاء الله يكون لنا حلقه تانيه. هي عندها يا جماعه
مجموعه افكار بجد، بس هو طبعا عشان الوقت ضيق وبتاع فهي مش مركزه قوي شويه معايا، ولكن هي لما كلمتني وتواصلت معايا دماغها كبيره جدا جدا، وده اللي خلاني اصر ان انا استناها عشان تطلع ولو ربع ساعه للساده المشاهدين، لان هي عندها طموح وعايزه تكبر وعايزه توصل وبتكافح وجت وقالت لا هاجي يا شيف معاك، وطالما انت بدات مبادره الشباب لازم كلنا نقف مع بعض ولازم نوصل للشباب، والرساله اللي انت بداتها يا شيف لازم نشاركك فيها ولازم نطلع معاك فيها، وان شاء الله يعني انا شايف ان الموضوع مؤشر خير، مؤشر خير. تمام، حلقتنا خلصت وانا سعيد بوجودك يا نسا بجد. وانا سعيده جدا والله بجد ان انا كنت معاكي. والوصفات الجميله البسيطه دي طبعا اختصرنا عشان الوقت. ولكن ان شاء الله يعني نحضر حلقه اقوى باذن الله، وتشرفينا في حلقات تانية جديد. انا يعني مبسوط ان انا معاك وشكرا ليكي. ونقول للساده المشاهدين عذرا في هذه الحلقه الوقت مش كافي، ولكن انتظرنا في حلقات جايه كتير من برنامج ساعه شهيه. القاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.